الله رزقني بهذه البنت، والحمد لله يعني أول فحص لها ميزان كنت مخداها على الميزان، يعني دا وزنها أول ميزان إلها، اكتشفت إنه الممرضة اللي هناك بتحكي لي إنه البنت فيها صفار، ورحت على مستشفى شهداء الأقصى وعملوا لها تحليل، وتثبت إنه من التحليل هذا إنه في عندها الكبد كتير تعبان، بزيادة على هيك إنه رفعوا لها المرارة ورفعوا لها كيس الماء اللي كان موجود وسلكوا هاي القنوات. كتبوا لها على علاج خاص وحليب خاص عشان بسبب الظروف اللي بنعيشها في غزة، إحنا حصار وما بنقدرش نطلع برا نجيب مثلا أدوية، فيش لها دواء، هي بتاخد حليب خاص، كانت قعد شهر ما يجيش الحليب بسبب الحصار هذا، يعني ينشف ريقي ما فيش منه هذا الحليب، وهذا الحليب بيجي من برا. وبعدين حاجة تانية، الأدوية هنا مش كافية. هذه طفلة عمرها سنة وست شهور، بتتابع عنا منذ عام في قسم الجهاز الهضمي بعد ما عملت عملية داخل الخط الأخضر، وكان طبعا العملية هذه عملت نتيجة أنه كان في عندها انسداد في القنوات المرارية. بعد فترة تبين أنه عند الطفلة هذه تليف في الكبد، والتليف في الكبد يحتاج العلاج الجذري تاعه إلى زراعة كبد. صارت تتطور حالة البنت، يعني السنة الماضية صار معاها نزيف وصل دمها لخمسة، نسبة دمها صارت خمسة، ركبوا لها أعطوها وحدتين دم. بعد فترة من الزمان صار يطلع دم من وين؟ من مناخيرها ومن عينيها، وهنا في المستشفى عالجناها، بس هي بتضلها مشكلة إنها بدها زراعة كبد. المشكلة اللي بنواجهها إنه في زراعة الكبد إنه تكلفته العالية جدا، حتى أغنى من أغنياء غزة لا يستطيع إنه يدفعه، حوالي بتكلف في حدود $100,000. ما بنقدر نطلع نعمل لها هاي الزراعة، أول إشي تكلفة العملية، وثالث إشي الحصار اللي إحنا مفروض علينا كشعب فلسطيني، ما بنقدر إنه نطلع لبرا ويعملونا يعني أبسط العمليات ما بيقدر الأطفال يعملوها. جراحة الكبد، لا توجد جراحة كبد في قطاع غزة كزراعة كبد، لأنه هذا بيحتاج إلى مراكز متخصصة جدا. لو ما عملش العملية هذه إلها، وقت من الأوقات حتأدي فيها إلى الوفاة، يعني إذا لم تعمل العملية إلها النتيجة إلها حتتوفى البنت. أنا بتمنى حاجة واحدة بس، أزرع لبنتي كبد، بديش أكثر من هيك.